فاليوم وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار ببرج بعرريج على توزيع ما يزيد عن 2100 وحدة سكنية من مختلف الصياغة. محمد زمولي. 138 ألف وحدة سكنية من مختلف الصياغ تم توزيعها على مستوى كافة التراب الوطني الأشهر الماضية. استحوذت ولاية برج بعرريج على حصة 4500 وحدة. وزير السكن والعمران والمدينة لدى زيارته التفقدية أكد أن العملية ستتواصل بتوزيع المزيد الأشهر المتبقية. وكل هذه الأعداد الهائلة من السكنات بمختلف صيغ جاءت ثمرة برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الذي يولي عناية بالغة لقطاع السكن، حيث جعله من ضمن الأولويات وسخر له كل الإمكانات المالية اللازمة، حيث من المتوقع توزيع خلال هذا الشهر أي سبتمبر ما يفوق 30 ألف وحدة سكنية وطنيا. هذا وقد أشرف عبد الوحيد طمار على عملية توزيع 8111 وحدة سكنية من مختلف الأنماط والصيغ وسط فرحة المستفيدين. مثل الحياة، مثل مستقبل أولادي، مثل كلش. سبحان الله العظيم، ربي يبارك فيكم ويعطيكم الصحة، وتحية الجزائر مرة أخرى، وتحية الجزائر، وتحية الجزائر. فرحتي فرحة لا توصف، ما نقدرش نعبر عليها، والحمد لله. وزير السكن والعمران والمدينة أعطى إشارة انطلاق 700 وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، كما دشن مجمعا مدرسيا بحي 600 مسكن تماشيا ومبدأ الأحياء المدمجة.